السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. رجعت لكم أنا بشرى من قناة تنظيم البيت والمطبخ بفيديو جديد، فيديو تحت طلبكم. كان طلبته مني واحد الأخت أنه نعمل عصائر أو عصير بالخضار، لأنه الأولاد ديالها ما كياكلوش ليها الخضار. فعصير اليوم هو عصير كان الذي يباع في المحلات، اللي هو بما يسمى عصير عصيري. فهذا العصير معروف عندنا في المغرب وموجود في الدول الثانية، في الدول العربية كيسموه اللي هو الزبادو أو الرايب اللي بالفواكه. فهذا العصير يعني مكوناته جد بسيطة، وحتى تحضيره جد بسيط، وكيطلع كمية كبيرة وما كيبانش اصلا انه فيه خضار او لا فيه جزر او لا فيه يعني البطاطس. فكنت من البنات تجربوه هذا العصير وتعملوه لوليداتكم، وما غاديش يحسوا بطعمه يعني نهائيا، لانه طعمه رائع رائع رائع، وانتم الكبار ما غاديش تشبعوا منه. فتابعوا معايا الفيديو للاخير، ونتمنى يعجبكم الفيديو. بالنسبة للمكونات البنات، غادي نحتاجو واحد البطاطس حجم متوسط مسلوقة، جزر مسلوق، غنحتاجو اللبن، البن اللي عندنا في المغرب او لا لبن رايب في الدول العربية، غنحتاجو الكاس من البرتقال. انا هنا استعملت كاس من البرتقال المركز اللي عملته معاكم من قبل، وغنخلي لكم الفيديو في اخر الفيديو هذا الرابط ديالو. غنحتاجو السكر الى واحد يعني حجم زبادي، باي نوع من الفاكهه انتم كتبغيو. انا هنا عملت زبادي بالفواكه او لا دانون ديال الفواكه، وهنا استعملت واحد الخوخه حجم كبير او لا حجم يعني خوخ، اثنين خوخه بحجم صغير. انتم ممكن تستعملوا يعني البنان، تفاح، اي فاكهه، والسكر على حسب يعني ذوق كل واحد، فممكن تستعملوا يعني السكر قليل او لا كتير. هنا كنحط كل المكونات اللي عندي في الخلاط، كنحط اللي هو الدانون او الزبادي بالخوخ، كنحط الفاكهه اللي عندي الجزر والبطاطس، كنضربهم جيدا مع هذاك مركز البرتقال. نتوما لو ما عندكمش مركز البرتقال ممكن تستعملوا كاس برتقال عادي، يعني انا هنا لانه كنت استعملته من قبل. ففقط كنضرب هاد المكونات كلها في الخلاط حتى كنحس انه يعني الكل تجانس وكل تطحن. من بعد كنضيف عليهم هذاك الكاس ديال دانون اللي بالخوخ او لكاس الزبادي، وكنضيف كنزيد نضيف عليهم اللبن او اللبن الرايب اللي عندي. كنخلط لكل المكونات، وبهذا الشكل كيكون جاهز عندي احلى عصير مفيد وصحي لاولادنا، بدون اي مواد حافظة، بدون اي ملونات، بدون اي شيء. عصير طبيعي طبيعي جدا، وغادي يشربوه وليداتنا بدون ما يحسوا انه داخل منه خضار او جزر او بطاطس او اي من هذه المكونات. نتمنى البنات تجربوا هذا العصير لانه طعمه رائع مثل ما قلت لكم. وغادي نخلي لكم اللينك او الفيديو تاع مركز البرتقال في اخر الفيديو هذا، وغادي تشوفوه. فهذا هو العصير، كيجي ثقيل وكيجي خاطر ما شاء الله، يعني نفس العصاير اللي كتباع في المحلات، فما كاينش اي فرق بيناتهم. بالعكس، اللمسه ديال المركز البرتقال ضافت عليه واحد الطعم رائع. فهنا هذا هو العصير ديالنا لليوم. كنتمنى البنات يكون عجبكم العصير، وكنتمنى ان يكون لبيت طلب ديال الاخت اللي طلبته مني والاخوات التانيين. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي لايك، وتخلوا لي تعليقكم تحت، وتجربوا هذا العصير وتقولوا لي انكم جربتوه، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم مع احبابكم. نشوفكم فيديو تاني، ونخليكم مع بعض الصور من تحضيرات رمضان اللي حضرناها مع بعض، والفيديوهات كلها تلقوها ان شاء الله على القناة. ونقول لكم باي باي. Yeah.
المرور.